نبدأ جولتنا على صفحات أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من ألمانيا، حيث ذكرت صحيفة دي فيلت أنه بعد شهرين ونصف على الانتخابات الألمانية، أدى الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليصبح مستشارا للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، بعدما انتخبه النواب خلفا لأنجيلا ميركل التي تنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في السلطة. صحيفة The Guardian البريطانية اهتمت بالاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واستقالة مساعدته بعد انتشار فيديو ظهر فيه عدد من كبار مسؤوليه يمزحون بشأن إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي، عندما كانت الفعاليات الاجتماعية محظورة في إطار تدابير الحد من الجائحة. وفي بلجيكا اهتمت صحيفة لوسواغ بتصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية مفاده أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور أوميكرون قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق لهم التقاط عدوى الفيروس وتلقوا التلقيح، لكنه قد يسبب مرضا أقل شدة. ونقرأ على يومية الباريزيان الفرنسية أن نسبة التأييد لمرشحة حزب الجمهوريين المحافظ فاليري باكريس للانتخابات الرئاسية الفرنسية ارتفعت إلى 20% من نوايا التصويت في الدور الأول من اقتراع أبريل المقبل.